باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. بأطيب الكلمات نرحب بكم متابعي قناة القيامة، والجزء الثاني من برنامج أبناء جاليتنا في نيوزيلندا من برنامج فتمثلوا بإيمانهم. ضيفنا هو الأستاذ الجامعي ومدير مركز بابل للتطوير ورئيس الجمعية الكلدانية الدكتور صلاح الدين كاكو. يا أهلا وسهلا بالدكتور صلاح. أهلا وسهلا بحضرتك أيضا، نورتنا للمرة الثانية دكتور. نعم، الله ينورك وينور القناة. تسلم. وينور مشاهدي. تسلم. فمتابعي قناة القيامة، الأسبوع الماضي تعرفنا على أبناء جاليتنا من تأسيس الكنيسة، يمتى وصلوا أبنائنا إلى هالبقعة من الأرض. فهاليوم نريد نعرف بعض معلومات أكثر على الحياة الموجودة في نيوزيلندا، جمعيات المدنية اللي أسسوها هناك. فأيضا بالبداية من عرفت دكتور صلاح الدين كاكو، هو رئيس الجمعية الكلدانية ومدير مركز بابل للتطوير. أريد نتعرف على هل إنجازاً رئيس الجمعية الكلدانية. إذن في نيوزيلندا يوجد الجمعية الكلدانية، انطينا معلومات على هالجمعية دكتور. نعم، الجمعية الكلدانية المتضامنة في أوكلاند تأسست لأول مرة في عام 1994، وكانت تسميتها تسمى بالجمعية الكلدانية الآشورية المتضامنة، وبدأ نشاطها على ما نقل لي أنه كان الجماعة اللي أسسوها قسم منهم ما زالوا موجودين، قسم انتقلوا إلى أستراليا، منهم اللي كان يقودها نباك هو دكتور جورج يسمى. فالجمعية هي جمعية مجتمعية لا غير هادفة إلى تحقيق الربح، وخدماتها تنحصر في مجال التثقيف والتوعية والترفيه والنشاطات المجتمعية الأخرى. ولكن هذه الجمعية طبعا مرت عليها أدوار وتطورات صعودا وهبوطا، فبعض الأحيان نشاطاتها مميزة ومؤثرة، وأحيانا يصيبها نوع من التراخي أو الركود. فبالنسبة إلى أنا بديت مع هذه الجمعية بناء على طلب من الجالية، فبديت بالبداية أول دورة كان سنة 2001 كنائب رئيس الجمعية. بعدها بسنة نفس المجموعة، يعني احنا كنا رايحين إلى هاملتون للدراسة، درست هناك في جامعة وايكاتو تدريس، ومن رجعنا قالوا أريد تصير رئيس جمعية، وصرت من 2002 وثلاثة تقريبا، وبعدين استمرنا إلى غاية 2008. فخلال هاي الفترة حدثت بشهادة المجتمع، هذا ليس ترويج للجهود اللي بذلناها خلال تلك الفترة، وإنما حقائق. أهم إنجاز عملنا هو أننا تمكننا من تعريف اسم الكلدان بالمجتمع النيوزيلندي كجماعة أرقية معروفة أصيلة تنتمي إلى العراق في الأصالة، ولها وجود مجتمعي في نيوزيلندا. لأنه أحيانا من كنت أقول لهم أنه we are from Kaldean society، كانوا يجاوبوني هو Kaldean. فمن هالشيء يعني بدأوا من
أعلى المستويات الحكومية ونزولا بالحكومات المحلية وغيرها، قاموا يتعرفون على الجالية وعلى نشاطاتها. الإنجاز الآخر اللي راح يبقى ما دامت هذه الجمعية قائمة هو امتلاك مقر، وهذا الشغل أني أجزم بأنه بصراحة كان شغل صعب، وعندنا منافسين في هذا المكان، ومع ذلك من خلال العلاقات والمتابعة المستمرة وبدعم مباشر من الحكومة تمكنا من تسجيل هذا الاسم، يعني يسموها ليس، لفترة 10 سنوات قابلة للتجديد، إلى حين أن تقول الجمعية بأننا لسنا بحاجة إلى هذا المكان، سيكون ملك بأمر الواقع للجمعية الكلدانية. نعم. إذن مداخلة دكتور، إذن هل جمعية هي معترف بها قانونيا عند الحكومة النيوزلندية؟ تمام. بالتأكيد كل جمعية رسمية تأسيسها لازم تسجل عند مسجل الشركات، وبعدين بعد بال2006 استحدثوا دائرة الجمعيات تسمى Charity Services، وكل نشاط مجتمعي لا يهدف إلى تحقيق الربح، نشاط خيري، ينبغي أن يكون له تسجيل في هذه الدائرة، وجمعية كلدانية هي مسجلة مع مسجل الشركات Register of Societies، وكذلك مسجلة لدى دائرة الجمعيات الخيرية اللي هي تسمى بـ Charities Services. نعم. أيضا قلت قمنا بتعريف المجتمع النيوزلندي بتاريخ الكلدان، يعني هسه أهل نيوزلندا يعرفون من هم الكلدان، فسويتوا لهم محاضرات شنو؟ سوينا محاضرات في كل ما يخطر على بالك اللي ينفع أفراد المجتمع، بدءا من محاضرات في اللغة، اللغات الإنجليزية، السريانية أو الكلدانية والعربية، وكذلك سوينا دورات للسياقة لتعليم والحصول على جميع أنواع إجازات السياقة النيوزلندية. كما تعلمين هنا لديك 3 أنواع من الإجازات، البدء بالليرنر، بعدين ريستريكتد، بعدين فول لايسنس. فبعض من الأبناء الجالية صدقي ما كانوا يعرفون يقرؤون كلمة واحدة إنجليزي كبار السن، وتمكننا من ترجمة الرود كود، هذا الدليل السياقة النيوزلندي بآخر طبعا، وبمشاركة ناس يعني معلمين للدورات منهم الأخت إليزابيث، وقدرنا أن نحصل لهم إجازة سياقة للتعلم، بعدين التطبيق restricted ولا والفول، وأيضا عملنا دورات للطبخ، للحلاقة، للشؤون الاجتماعية، للأمور التغذوية والصحية، وغير ذلك من النشاطات أو السمينارات اللي هي تعود بالنفع على الكل. هاي مجانية. نعم. ما كان يكلف المتعلم حتى ولو سنت واحد، بل بالعكس، يعني أحيانا على سبيل المثال أقول أنه لما كانوا يسوون دورة طبخ فكان لازم يطبخون ويعدون طعام، وكان يتهنون طبعا بالعافية عليهم يأكلون هذا الطعام المعد من قبل معلمة التدريس لهم، وكان هو هم نشاط تعليمي وتدريبي وهم نشاط ترفيهي في نفس الوقت. نعم. مقابل كان عندكم دروس تعليم اللغة الآرامية، اللهجة الكلدانية للحفاظ على اللغة؟ نعم. أكيد
عندنا الشماس بنيامين يدرس، وهنا اريد ان اشيد ايضا بدور الاب فوزي جول، كان داعم لهذه الدروس، وبعد ما انا رحت هو ظل يتواصل بتدريسه، وما زالت هاي الدروس قائمة. نعم. يعني للتمامسة، للناس الراغبين بتعلم هذه اللغة، للأطفال تعليم المسيحي الآن عندنا، فمستمرة العمل. على سبيل المثال، لما أبنائنا كانوا يوصلون إلى نيوزيلندا، لغة غير شكل، يحتاجون أحد يدليهم أماكن، فكنتوا تساعدوهم أيضا؟ إحنا واحدة من مهام الجمعية هي المساعدة على الاستقرار والتأقلم. فوسيلة التأقلم هي اللغة، لأنها من خلالها الشخص يقدر يعبر عن نفسه وعن احتياجاته. وإذا كان هناك صعوبات في اللغة وفي التعبير ما يقدر يعبر عن ما يريده. فإحنا بهذا الصدد إما عن طريق الدروس اللي فتحناها من 3 مستويات، يعني بيجينر وانترميديت وادفانس، هذولا 3 مستويات لتعليم اللغة الإنجليزية، فضلا عن أن كان لدينا متطوعين ومتبرعين يتبرعون لمساعدة من كانت لديهم مراجعات في الدوائر مثلا للترجمة، وأيضا بدون تقاعد. الدكتور صلاح الدين كاكو هو مدير مركز بابل للتطوير في نيوزيلندا. فدكتور، انطينا معلومات على مركز بابل للتطوير، من تأسيسه ونشاطاته. نعم، المركز تم تأسيسه في 2006 ليقوم حصرا بالنشاطات التعليمية والتدريبية، فكان اسمه بابلون كوميونيتي إدوكيشن سنتر، وبدأ نشاطه يعني تنظيم الكورسات لمختلف الفنون والعلوم والآداب، يعني واللغات. فالشيء اللي قلته قبل قليل هو بنينا عليه، وأصبح لأبناء الجالية فرصة إكمال تعلمهم لمن لم يكن لديه هذه الفرصة في سنوات سابقة من عمره، وبعضهم أيضا استفاد من هذه الفرصات لأجل تطوير مهاراته ولأجل الحصول على الشغل ولأجل اندماج في المجتمع ولأجل التأقلم مع البيئة الجديدة. فالمركز بدأ نشاطاته التعليمية على هذه الصورة، فنظمنا دورات ونظمنا سيمينارات إلى أن الفترة التي أني صراحة انتقلت للعمل بالعراق بالجامعة، جامعة صلاح الدين اللي كنت أنتمي إليها قبل مغادرة العراق، وظليت هناك 10 سنوات. ولما رجعت شفنا أن هناك حاجة إلى توسعة نشاط هذا المركز ليشمل النشاطات المجتمعية بمختلف تنوعاتها بالإضافة إلى التعليمية والتربية تدريبية. ولهذا مجلس أمناء المركز قرروا أن يغيرون التسمية ليصبح بابلون كوميونيتي ديفلوبمنت سنتر، وكلمة الديفلوبمنت حليناها محل الإدوكيشن حتى تشمل النواحي التنموية والتطويرية اللي هي أساسا التعليم والتدريب جزء أساسي منه. والآن المركز أصبح له نشاطات من خلال السوشيال ميديا،
لدينا مثلا الفيسبوك، ولدينا أيضا مجموعة أو جروب على فايبر، عدد المشتركين تجاوز 175، وأيضا أصبح لدينا الإذاعة، الإذاعة اللي أسسناها خلال هاي الفترة، أيضا توقف نشاطها بعدم وجودي هنا في نيوزيلندا. بعدين الآن الإذاعة وبمساعدة ودعم ومشاركة فعالة ومباشرة من بدءا من أبونا دوغلاس البازي والشماس والأستاذ سنان شوكت، وكذلك الشماس عيسى حداد، والإخوة أدوار دنخة وسام يوسف وأليس ياكو وإنعام يوسف وجميلة إبراهيم ونور داود، وكل هؤلاء زائدا المذيعات قبل مجتمعين الآن نعمل عمل جماعي معا لإدامة حلقات هذه الإذاعة اللي تبث بعد 3 ساعات من الآن بتوقيت نيوزيلندا، اللي هو يوم سبت من الساعة 2:05 إلى 3:05. والدور الأكبر لمركز بابل الآن هو في مجال مكافحة جائحة كورونا بالوسائل المتاحة، اللي هي ترجمة كل الأدبيات التي تخرج عن وزارة الصحة النيوزيلندية ووزارة الاستجابة لكوفيد 19 إلى العربية حتى تكون بمتناول الجميع. وهناك تحديث يومي للإحصائيات بالمصابين وبالمتعافين ومصادر كل المعلومات الخاصة بالجائحة، تترجم إلى العربية، ترجمها يوميا وأحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل لكي يكون أبناء الجالية على اطلاع فيه، فضلا عن إقامة السفرات والسيمينارات والحفلات. هذه أيضا جزء آخر من نشاط المركز. إذن في الجمعية الكلدانية ومركز بابل للتطوير في نيوزيلندا اللي يقدمون الخدمات أو العاملين بهالأماكن، هل يقدموها خدمات أو عمل مجاني؟ بصراحة هذا السؤال مهم، لأنه للبعض، ما أقول لأكبر الناس، يعني يعتقدون أن كل عمل، البعض مرة أخرى يعتقدون أن كل عمل يؤدونه هو لازم يكون بمقابل. بالحقيقة ليس الأمور بهذا الشكل، لأنها هذه الجمعيات سواء المركز أو الجمعية الكلدانية أو غيرها من الجمعيات هي أساساً العاملين فيها متطوعين، يعني لا أحد يجبر أحد على أن يأتي ويعمل بغصب، فهو اختار هذا الطريق، اختار لخدمة الآخرين وإفادتهم. فالخدمات مجانية، لكن احنا أحياناً شو نقول إذا احنا أردنا أن نسوي عمل معين وكان لابد أن يدفع لآخرين مقابل هذا العمل، فلا بأس أن نكافئ هذا الشخص بما يقدمه من عمل، اللي لولا هو أو لولاها لكان تكلف الجمعية أو المركز مبالغ. فيما عداها النشاط هو تطوعي وبدون مقابل. نعم، هسه نريد نسلط الضوء على النشاط الإعلامي الموجود في نيوزيلندا، اللي أيضا انطيتنا شوية نبذة عنه ولكن نريد بعض معلومات أكثر. راديو صوت الكلدان من أوكلاند اللي اسمه راديو Voice of Mesopotamia، أبنائنا الموجودين في نيوزيلندا يقدرون يتابعون هذا الراديو أو هذا البث عن طريق FM 104.6 اللي ينبث كل يوم سبت من الساعة 2
وخمس دقائق إلى الساعة 3:05 ظهرا لمدة ساعة، تمام دكتور؟ صحيح. والمرشد الروحي مالتكم أو لهذا الراديو، لهذا العمل الإعلامي الجميل، هو الأب دوغلاس البازي. فأحكي لنا يعني شلون جتيكم فكرة تسوون هالشكل عمل؟ البرامج اللي عندكم ما هي؟ يعني ساعة بالأسبوع شو تقدمون؟ نعم نعم. أولا البرنامج متنوع، برنامج إذاعي، ونحن جميعا نعلم بأن الإعلام وسيلة فعالة لإيصال الرسائل إلى المستمعين، كما هو عليه الحال بالنسبة للتلفزيون والمواقع التواصل الاجتماعي الحالية اللي تطورت بمختلف تنوعاتها. ففكرة الإذاعة انبثقت من كيف نصل إلى الناس ونسمع أصواتنا ونوصل رسائلنا ونشرك المعلومات والمعرفة معهم لتعميم الفائدة وزيادة. ففكرنا بالبداية نبدأ من راعي الخورة، من مرشد الروحي اللي أنت سميتي بالفعل يستحق هذا التسمية. فكان في البداية، في أيامها بالبدايات لتأسيس هذه الجامعات، كان أبونا فوز الجورو يفتتح الإذاعة بكلمته القيمة الموضوعية المؤثرة التي كانت توجه إلى أبناء الجاهل. وبعدها بعد إعادة الافتتاح واستئناف الإذاعة طلبت من أبونا دوغلاس البازي أن يقوم هو الآخر بافتتاح الإذاعة بكلمته القيمة، وهو بصراحة مشكورا رحب بالفكرة. ولحد الآن على الرغم من مشاغله العديدة والتزاماته وحجم العمل والضغط الذي يواجهه، هو سباق في إرسال كلمته الأسبوعية، وبسبب التسهيلات التكنولوجية الإذاعية الحالية فالأمر لا يكلفنا مثل ما كان يكلفنا بال 2006 و7 و8. الآن عن طريق إرسال الملفات الصوتية، أجمع آني كل الملفات الصوتية من قبل المذيعين الذين يشاركوننا، وبدءا من كلمته أبونا ونزولا بالأغاني وبالبرامج وبالكلمات وبالكل ما يتعلق بجائحة كورونا من إرشادات ونصف على حسب المرحلة التي يمر بها البلد. فكل هذه الموضوعات معا أقعد آني أحولها تقنيا، يمكن اللي يعرف ومشتغل بالإذاعة أنواع الملفات لازم كلها أحولها إلى MP3، وبعدين أجمعها وأوحدها بملف صوتي واحد بالضبط، لازم يكون ساعة واحدة، وأرسلها إلى دائرة الإذاعات اللي إحنا نشتغل معاهم، وهذه تسمى بأكسس كوميونيتي راديو بلانيت FM 104.6. هذه الدائرة الإذاعية تقع في غرب أوكلاند، ولهم إذاعات لمختلف ب30 لغة على الأقل، وكل واحد من هذه الجاليات مخصص له وقت محدد يتم بث برنامجه على الهواء. وأريد أن أضيف بأنه ليس بالضرورة أن يقوم المستمعين بالاستماع إلى الإذاعة حية وبالوقت اللي يتم بثها مباشرة. ليش؟ لأن هناك موقع إلكتروني تسمى planetaudio.org.nz. هذا الموقع الإلكتروني يضع كل الملفات الصوتية، الحلقات
التي يتم بثها على أساس أسبوعي بهذا الموقع، وبإمكان أي واحد مستمع بأي بقعة من العالم أجمع على اختلاف توقيتاتهم أن يستمع إلى هذا البرنامج وبالوقت اللي هو يختار، لأنه إذا حصرنا البث في وقت البث الحي في أوكلاند ربما تجدين في أماكن أخرى هي منتصف الليل، فعمليا صعبة. وهذه هي التسهيلات المقدمة لنا، وبإمكان أي واحد أن يستمع إلى هذه الإذاعة، ونحن أصبحت لدينا مستمعين يتصلون بنا من كندا، من أمريكا، من أوروبا، من العراق، ويقولون لنسمع أصواتكم الحلوة ونستمع إلى برنامجكم، وده يصير عندنا يعني إقبال متزايد من خلال الفيسبوك، لأنه في كل أسبوع نذكر المستمعين أو المتصفحين صفحة الفيسبوك بموعد البث، وننزل فقرات البرنامج وأيضا رابط لفتح الإذاعة. حضرتك ذكرت مذيعين، فكم مذيع عندكم؟ خمسة. ما شاء الله، خمسة لساعة واحدة في الأسبوع عشان تنقسم. نعم، يعني عندنا 10 مذيعين ومذيعات معنا. 10. اي نعم. من البرامج اللي تركزون عليها كثير ما هي؟ واللغة اللي دائما تستخدموها، تستخدمون اللغة الآرامية اللهجة الكلدانية أم تستخدمون العربي أو اللغة الإنجليزية؟ نعم، بالحقيقة احنا نبث برامجنا بأربع لغات overall يعني بشكل إجمالي، لكن نركز على لغتين، اللهجة الآرام يعني اللغة السريانية أو الآرامية، نعم، والعربية. وليش نركز على العربية؟ لأنه بصراحة هناك أبناء من الجالية هم كلدان لكن إتقانهم للهجة الآرامية أو السريانية أقل بسبب تعدد اللهجات الإقليمية أو المناطقية، فبيا لهجة نحكي إذا أردنا أن نحكي باللهجة السريانية احتمال البعض ما يفهم على الآخر، لكن باللغة العربية الجميع يفهم. والإنجليزية أيضا نوجه بها الشباب لأنه هم يعني بالإنجليزية أحسن من عندنا، وأحيانا الكردية نستخدم كلغة رسمية عراقية، وفي عندنا مستمعين كرد موجودين هنا في نيوزيلندا يستمعون إلي. نعم، الآن عندكم راديو وعندكم جمعية كلدانية، مركز بابل للتطوير والكنيسة، ترابط هالأشياء مع بعض كيف هو؟ عندكم وحدة؟ هذا السؤال في غاية الأهمية صراحة. الآن التعاون والتنسيق والتضامن بين المؤسسات الثلاث، الكنيسة والجمعية والمركز، تقدرين تقولين في أوجه، لأنه كل أغلبية النشاطات إحنا ما نسوي نشاط إذا ما ننسق مع الكنيسة، فلما الكنيسة تسوي نشاط أيضا تطلب من عندنا المساهمة، ونحن دائما في خدمة الكنيسة مثل ما نحن في خدمة المجتمع على نطاق أوسع. أريد نسلط شوية ضوء على الشعر الموجود يمكم، السفرات، الكرنفال، إذا عندكم كرنفالات يعني كدينية أو إذا كانت يعني تراثية، فعندكم هالشكل نشاطات، من هو المنسق مالته؟ بصراحة احنا يعني
بالعام الماضي والقبلة. نعم. لأنه حسب ما تسمعون أكيد بالأخبار نيوزيلندا إلى حين قريب كانت خالية من الكورونا، يعني يكاد لا يذكر. الناس اعتادت على الحياة الاعتيادية بدون وجود أي حالة يتم الإبلاغ عنها. فترة طويلة صارت الشكل، لأنه الإجراءات من البداية كانت صارمة، والحكومة ألقت بثقلها على منع انتشاره داخل المجتمع، والحالات اللي كانت تجي من برا كانت تعزل وتبقى إلى أن يتم عمل بالقليل 3 اختبارات للشخص القادم لتأكدوا من أنه لا يحمل الفيروس حتى ينتقل إلى المجتمع. لكن فخلال هذه الفترة كانت مناسبة أنه سوينا بالفعل سفرات، وسوينا أيضا حفلات بمناسبات دينية واجتماعية عامة. ولكن هذه السنة أو السنة الماضية مع نهايتها بعد ما بدأت الحالات تظهر في المجتمع توقفنا بسبب التعليمات الصحية الصارمة لمنع التجمعات ولغرض المحافظة على الناس وسلامتهم. فقمنا ما يعني ما نمارس هذه النشاطات، ولكن يوجد الآن في الفترة قبل شهر يعني عملنا تجمع أغلبية نسوي كان ولغرض الترفيه يعني، بس أنه بعد انحسار كبير داخل منازلهم والعزل الذاتي قدرنا نوفر فرصة جيدة لأن يلتقوا ويتنفسوا الهواء النقي. أما الآن نحن قادمين على استئناف نشاطنا، ونأمل أنه بعد هذه الحملة الحالية للحالات لأنه تتزايد نسبيا يعني، فبعدها إن شاء الله نستمر. أما بالنسبة للكرنفال، هذه ملاحظة مهمة أشرت إليها. كان أبونا دوغلاس عند فكرة طرحها علينا بالبداية، وسوينا اجتماعات وكنا نحضر لكرنفال عراقي كلداني بامتياز، يشارك به كل من أصحاب المواهب، أصحاب القابليات، أصحاب المعرفة. وبدينا بخطوات للتحضير، ولكن مع الأسف بسبب الجائحة وقدومها مرة أخرى وانتشارها بصراحة تم تأجيل هذا النشاط، مثل ما يتم تأجيل كل المناسبات الحكومية العامة الأخرى داخل المجتمع النيوزيلندي. نعم. هل تواجدت يمكم جمعيات قروية لأبنائنا؟ من حسن حظنا الجواب لا صراحة. نعم. لأنه هذه تخلق نوع من الحساسيات، وإحنا الحمد لله ما عشنا يعني الكلدان كلدان منين ما كان، سواء كان من البصرة أو من زافو أو من بغداد أو من أي مدينة أو قرية أخرى بالعراق. وغاية الجمعيات هو تجميع الناس للقيام بنشاط أو خدمة عامة، والاستفادة لازم تعمم. فحصر النشاط باسم منطقة أو تسمية الجمعية بأنها جمعية فلان مدينة أخرى، وما أريد أسمي لا حتى لا على سبيل المثال حتى لا يستفتحيل، فهذا الأمر نحن بعيدين عنه والحمد لله. إذن إن شاء الله دائما نسمع أخباركم بخير وبركة ونشاطات أكثر وأكثر، وسلامنا إلى أبونا دوغلاس البازي وجميع أبنائنا الموجودين في نيوزيلندا. وسلام خاص أيضا من نيوزيلندا إلى قناتكم الكريمة والواسعة الانتشار والمفيدة، اللي بالفعل أني شخصيا مستفاد منها كثيرا لأغراض إفادة المجتمع عن طريق إذاعة مركز بابل للتطوير اللي هي صوت الكلدان من أوكلاند. وتحياتنا
للإذاعة ولحضرتك وللعاملين فيها ولكل مشاهديها في أرجاء الآن. شكرا جزيلا الأستاذ الجامعي ومدير مركز بابل للتطوير ورئيس الجمعية الكلدانية من نيوزيلندا الدكتور صلاح الدين كاكو. شكرا جزيلا. متابعينا نشكر تواصلكم معنا، دمتم بمحبة الرب، تحياتي.